مساء الخير. أكيد كل مرة بيكون فيها تغيير وزاري بيكون دايما عندنا آمال جديدة أو آمال عظيمة على الوزارة الجدد، وده يعني في طبعا معسكر بيكون معه وعنده آمال عظيمة، وفي معسكر تاني بيشوف أنه طيب تغيير الأشخاص، هل تغيير الأشخاص بيعني تغيير في السياسات والاستراتيجيات الاتنين مع بعض، ولا فقط تغيير أشخاص وما فيش تغيير للسياسات والاستراتيجيات، وبالتالي فده ما بيكونش ليه أي جدوى على أرض الواقع. اللي حصل النهاردة أنه تغيير وزاري وعشر وزراء جدد تولوا مناصبهم وأدوا الأمانة الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة، وأيضا في أربع نواب جدد لوزراء التخطيط والمالية وبينهم سيدة. الوزراء الجديدة زي ما قلنا في آمال عظيمة بتقع على عاتقهم، واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة بالوزراء الجدد بعد حلفهم لليمين الدستورية، وده علشان يناقش معاهم بالطبع سياسات الوزارة والتحديات اللي بتواجههم وبتواجه وزارتهم، خاصة في المجموعة الاقتصادية ومشروعات القومية اللي بتنفذها الدولة والمطلوب منهم في خلال المرحلة الحالية. ده موضوع مناقشتنا النهاردة وحلقتنا النهاردة من همزة وصل، وهو بعد التعديل الوزاري الجديد ما المطلوب من الحكومة في المرحلة القادمة؟ ممكن تتواصلوا معنا مشاهدينا من خلال تليفوننا الأرضي على 25743366، أو كمان تتواصلوا معنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فيسبوك وتويتر وجوجل بلس وسكايب وإنستغرام على همزة وصل أي جي. ده موضوع حلقتنا النهاردة، وهل يا ترى تغيير الأشخاص بيعني تغيير السياسات والاستراتيجيات، ولا الاثنين مختلفين، وإيه اللي احنا بنطلبه بنتوقعه من الوزراء؟ ده موضوع حلقتنا النهارده من همزة وصل. خلينا نروح نشوف التقرير ونبدأ بعده النقاش والحوار. بعد العديد من المشاورات بين الرئاسة المصرية وحكومة المهندس شريف إسماعيل حول التعديل الوزاري الجديد، استقر الأمر على اختيار 10 وزراء جدد وأربعة نواب ووزراء واستحداث وزارة لقطاع الأعمال العام، وشملت قائمة الوزراء الجدد وزراء النقل والعدل والطيران المدني والمالية والموارد المائية والقوى العاملة وقطاع الأعمال العام والثقافة والآثار والسياحة. وسيكون مطلوبا من الحكومة الجديدة تعديل النهج الاقتصادي للبلاد لمعالجة الأوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين، وإيجاد حلولا مبتكرة للأزمة الاقتصادية ومواجهة أزمة المياه، سواء على مستوى معالجة الصرف الصحي وتنقية مياه الشرب، وكذلك الاهتمام بملف سد النهضة بما يتلائم مع تطورات الملف وتداعياته على حصة مصر من مياه نهر النيل، وكذلك الاهتمام بمشروعات الطرق الجديدة والإصلاحات الجارية واستكمال المشروعات العملاقة الجارية في قطاع النقل. وعلى مستوى وزارة الثقافة هناك أهمية كبرى للتركيز على الوعي الثقافي لدى المواطنين وتدعيم فكرة الانتماء الوطني والإخلاص في العمل من أجل مواجهة خطر الأفكار المسمومة التي تزرعها بعض الفئات مستغلة ضعف دور قصور الثقافة في التأثير على الشباب، إضافة إلى أهمية دور وزارتي الآثار والسياحة في الحفاظ على آثار مصر في الداخل والخارج من مهربي الآثار وحماية تراث مصر الذي يشكل جزءا كبيرا من الميراث الإنساني العالمي، إضافة إلى إنعاش قطاع السياحة الذي يلعب دورا هاما اجتماعيا واقتصاديا. مرحبا بحضراتكم مشاهدينا، وبعد ما تابعنا التقرير الحقيقة دكتور جلال سعيد لتاني مرة بيتولى حقيبة وزارة النقل بعد ما تولاها في 2011 في حكومة دكتور كمال الجنزوري. يمكن في وزارات معينة بنكون زي ما قلنا بنهتم بيها جدا، وزراء المجموعة الاقتصادية، وزارة الاقتصاد، وزارة المالية، بنتكلم كمان في الوزارة الجديدة واللي تم فصلها عن وزارة الاستثمار وهي وزارة قطاع الأعمال، بقت رجعت تاني وزارة منفصلة بذاتها. وزارات معينة الحياة زي وزارة الري أيضا والملف والتحدي الكبير بسد النهضة أو ملف سد النهضة طبعا والأمن المائي. فالحياة في وزارات معينة وكل ده هنناقشه في حلقتنا النهاردة. خلينا نروح نشوف أولى التعليقات اللي وصلت لنا على مواقع التواصل الاجتماعي مع محمد سليمان. إليك محمد.
مساء الخير حنان، مساء الخير مشاهدينا الكرام. الحقيقة مجموعة كبيرة من الآراء وصلتنا حول أهم المطالب والتوقعات المطلوبة من التعديل الوزاري والوزراء الجدد في المرحلة المقبلة إن شاء الله. معنا أول تعليق أستاذ محمد العرايشي بيقول: أنا شخصيا لا أهتم بأن يذهب وزير أو يأتي وزير، لكني أراقب ماذا سيفعله للشعب الذي يعاني من مشاكل طاحنة، أيضا كيف سيرتقي بمصلحة المواطن. المشكلة هي أن جميع الوزراء الذين يشغلون مناصب مختلفة كل واحد فيهم بيعمل منفردا عن باقي الوزارات. حل أن يضع جميع الوزراء خطة استراتيجية لجميع الوزارات مجتمعة، لأن كل منهم يكمل الآخر. لابد من أن يعملوا كفريق واحد حتى يتم إنجاز جميع الملفات، لأن المرحلة لا تحتمل التأخير. المواطن يحتاج إلى أن يلمس تحسن في حياته المعيشية لأنه صبر كثيرا، لكنه لا يستطيع أن يتحمل سوء الأحوال المعيشية كثيرا. بيقول أيضا: ولكن أكثر ما أغضبني عدم وجود وزارة للإعلام الذي يتسبب في جذب طموحات الدولة للخلف. عموما أتمنى أن يكون وزراء جدد إضافة جديدة ليس مثل سابقيهم. شكرا أستاذ محمد، بنشكرك. أستاذ وليد مذكور بيقول: مطلوب منهم العمل على تحقيق معدلات نمو اقتصادية أعلى من الحالية، تحقيق الأمن بشكل أفضل، لأن تحقيق الأمن يدفع عجلة السياحة لتحقيق معدلات أفضل من الدخل بالعملة الصعبة، حل أزمة الدولار، بالتالي انخفاض قيمة الدولار قيمة السلع، بالإضافة إلى العمل على حل مشاكل المواطنين والعمل على بس الأمل داخل المواطن من خلال مشروعات سريعة وليست مشروعات طويلة الأجل. الحقيقة معنا مجموعة كبيرة من التعليقات هنتابع بعضها، ولكن نروح دلوقتي للزميلة حنان الخولي نتابع أهم المداخلات الهاتفية ونقاش حلقة اليوم. إليك حنان. مشكورك محمد، وبنشكر كل مشاهدينا اللي تواصلوا معنا. خلينا نروح لجولة من الاتصالات الهاتفية. معنا على الهاتف الأستاذ ماجد أبو الخير عضو مجلس النواب، ودكتور شريف الخريبي الخبير الاقتصادي. أبدأ معك أستاذ ماجد، ويعني بعد التحية وإحنا بنتكلم عن التغيير الوزاري الجديد، التعديل الوزاري الجديد، واللي بيأمله الشارع من الوزراء الجدد. لكن في البداية وقبل ما نتكلم عن برنامج الحكومة المفروض أنه بيطرح على نواب البرلمان، والمفروض أنه فيه أيضا يعني إعادة الثقة أو تثبيت الثقة في الحكومة الجديدة، فكيف ترى في البداية تغيير الوزارة؟ احنا عندنا أمل بالحكومة، نتمنى أن هي تقدر ترضي المجتمع. المجتمع كان متأمل في المجلس أنه يحقق له كل أحلامه وكل طموحاته. عندنا قدر من المشاكل اللي كلمنا فيها مع رئيس الوزراء من يومين، كان لنا لقاء معاه. الحديث دار على تحديات موجودة بالفعل، في رصد حقيقي للموضوع، في رصد لحجم المشكلة. عندنا مشكلة في تمويل عجز الميزانية، عندنا مشكلة في كيفية زيادة الدخل العام للدولة، عندنا يعني تحديات موجودة. هي فعلا وزارات معظمها كمان يعني وزارات المجموعة الاقتصادية هي أمامها تحديات كبيرة جدا، زي ما حضرتك قلت ده في وزارة المالية بالضبط، في الناحية الاقتصادية تمام، ومجموعة من الحقائب الاقتصادية. نتمنى أن يعني أزمة تبدأ في انفراجة. عندهم رؤية كويس، رئيس الحكومة في لقائنا شرح كيفية يعني إيجاد حالة من الاستقرار المالي بالنسبة للدولار، بالنسبة للأزمة اللي موجودة في الدولار في حلول وحلول مطروحة، وبدأوا فعلا في الحل. يعني نتمنى أن التعديلات الوزارية ترضي المجتمع وترضي الناس. طيب أستاذ ماجد، يعني ما المتوقع من بيان الحكومة؟ كان المفروض أنه الحكومة بتعرض الخطة والخاصة ليها وبرنامجها على البرلمان. هل حضرتك تعتقد أنه مع التغيير الوزاري هل هيكون في ربما بعض التعديلات أو الرتوش على برنامج الحكومة، ولا هو ثابت؟ المفروض أنه كان متحدد معاد بداية المناقشة في برنامج الحكومة من يوم الحد الجاي في المجلس، يوم الحد اللي جاي. اتخيل ان يعني انه يبقى التزام ونبدا في المناقشه. برضه هيبان كل اللقاءات اللي فاتت هي لقاءات مش تفصيليه قوي، على قد ما ان هي طرح وجهات نظر، وعلى قد ما ان هي كيفيه التخطيط للوصول للنتائج او تقليل الازمه. يعني نلاحظ بس احنا هنا عاوزين نفهم هنا حاجة من حضرتك. هل البرنامج برنامج الحكومة يعني تم الاطلاع عليه؟ هل حضرتك شفته؟ مش بالشكل ده. التفاصيل هتبقى موجودة في المجلس.
في لقاءات دوليه حصلت معاه. لكن البرنامج مفصل يعني في خطه وفي استراتيجيه للاي يعني المشكلات الموجوده والتحديات وسيناريوهات لحلولها، ده اكيد ده لازم يكون في البرنامج. هيبقى في المجلس طبعا الكلام ده كله، المناقشات دي هتبقى في المجلس. دورنا ان احنا نحاول نوجه الحكومه لاتجاهات تحقق رضا للناس، تحقق رفع لحاله المجتمع الفقير والناس اللي فعلا مضغوطه. احنا كمجلس احنا لسان حال المجتمع، نطالب الحكومه بتعديل ومحاوله الوصول لنتائج احسن مع الناس. ده دورنا. متابعه تفاصيل برنامج الحكومه هيبقى في المجلس المناقشات اللي هتحصل للاسبوع اللي جاي. اتمنى ان احنا ما ناجلش المناقشه دي، ان احنا نبدا في حاله عمل تخرج الناس من ازماتها ونرسم للناس نقطه نور نبدا نتحرك عليه. عايزين نلاقي اداء حكومي فعال، محتاجين وزراء بيفكروا افكار حقيقيه واستراتيجي يحقق. عندنا السياحه مثلا محتاجين نحل ازمه السياحه طبعا، احنا ملف السياحه بالظبط يعني التعديلات الوزاريه اغلبها داخله في اساس المشاكل اللي موجوده اللي كلنا حاسين بيها دلوقتي. استراتيجيه وزاره السياحه الحقيقه يعني عند حضرتك لازم تتغير تغيير شامل وكلي يعني. استاذ ماجد ارجو ان تبقى معنا. تحول لدكتور شريف الخريبي الخبير الاقتصادي. دكتور شريف بنرحب بحضرتك معنا. ومع التغيير الوزاري اليوم البعض يرى انه تغيير الاشخاص لا يعني ربما الكثير إذا لم تتغير السياسات والاستراتيجيات. يعني دايما في الدول المتقدمة بتكون السياسات والاستراتيجيات هي ثابتة، تغير الأشخاص ما بيعني لهاش الكثير. يعني كل شخص بيجي وزير بيجي بيمشي على الاستراتيجية الموضوعة للوزارة. إلى أي مدى حضرتك بتتفق معه؟